ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد قرب خلاص، فاضل عليه ايام، والنهاردة عملت معاكم فتة الكوارع الحلوة دي. عملناها بطريقة سهلة جدا وعملنا منها شوربة حلوة قوي، ان شاء الله طريقتي هتعجبكم. يلا نخش نشوف عملناها ازاي. اول حاجة ان انا هعملها ان انا هسلق الكوارع. حطيت حتة زبدة وهحط بس معاها معلقة زيت علشان خاطر الزبدة ما تتحرقش، وكمان الكوارع بتبقى دسمة فما تكتروش. انا بشوح الكوارع الاول قبل ما احط لها المية. انتوا ممكن تغلوا مية وتحطوها على طول، بس الخطوة دي بتبقى حلوة جدا وبتخلي ليها طعم تاني، فانتوا لو مش حابينها استغنوا عنها. تسخن بس وبعد كده احط الكوارع اشوحها. دلوقتي احطها. الكوارع دي مغسولة ومنقوعة في ملح ودقيق وليمون، لازم تغسلوها كويس. انا هسيبها تتشوح كويس وبعد كده هحط لها الميه. انا عن نفسي الكوارع دي ما كنتش باكلها، يعني كنت اسمع اسمها اقول لا انا هاكلها ايه ده، بس لما اكلتها عجبتني، وكمان هي مفيده جدا للعظم، حلوه قوي. المره الجايه ان شاء الله هعملها معاكم بورق العنب. خلاص كده انا شوحتها كويس جدا. دلوقتي هحط لها طماطمايه وبصلايه وفلفل اسود وورق لورا. طبعا الملح مش بنحطه دلوقتي، انتوا حابين تضيفوا اي حاجه تانية عليه حطوها، بس انا بحط دول بس. انا دلوقتي حاطه ميه على النار بتغلي، هجيبها واحطها عليها. الميه بتغلي اهي، ولما تيجوا تزودوها ميه برضه لازم تكون الميه بتغلي. شايفين لون الشوربه بتاعتها عامل ازاي؟ انا دلوقتي هسيبها بقى تستوي براحتها عقبال ما انا اجهز بقيه الحاجه بتاعتي تكون هي استوت، وهقول لكم برده اخدت مني قد ايه. ده العيش بتاع الفته اللي انا هعمله، ده عيش طري عادي. انتوا لو عندكم عيش ناشف اعملوا بيه. انا العيش ده هدخله حمصه في الفرن، بس هحط له الاول دول حبه ثوم كده، حوالي معلقه ثوم وحبه زبده او سمنه، وهحطهم عليه واقلبهم وادخلهم الفرن. دلوقتي انا بحط له الثوم مع الزبده، وفي ناس بتقلي العيش ده في الزيت بس بيبقى تقيل قوي، وممكن تسيبوه كده. انا بس بوريكم طريقتي انا بعمل ايه بالظبط. هقلبهم وهدخلهم الفرن لحد ما العيش ده يتحمص خالص. دلوقتي انا بعمل الرز، رز الفتة العادي. عقبال ما الكوارع بتاعتي تستوي تكون كل حاجة خلصت. دلوقتي انا حطيت زبدة، وممكن تحطوا زيت لو انتوا هتعملوا الرز بشوربة الكوارع علشان ما يبقاش تقيل قوي. انا ممكن احط كبشة شوربة والباقي مية. هقلب بس الرز كده مع الزبدة علشان يفلفل. حطيت له الملح وبحط له رشه فلفل اسود، دي بتدي للرز بجد طعم مختلف خالص، جربوها هتفرق جدا، ومش هتغمق الرز يعني زي ما انتم متخيلين، بس بجد هتفرق قوي في الطعم. وهحط للرز بس كبشتين من شوربه الكوارع وهكمل بميه علشان ما يبقاش تقيل قوي. شايفين لون الشوربه عامل ازاي؟ بس كده وكملت بميه. انا بخلي الميه تغطي الرز بحاجه بسيطه، هي كوباية الرز بتاخد كوباية مية. انا كده محتاجة حبة مية كمان. بس كده الرز كده تمام. اول ما هيتشرب هوطي عليه النار. خلاص كده الرز استوى، ومحدش يقلب في الرز خالص قبل ربع ساعة. شايفينه مفلفل ازاي؟ بصوا، محدش يقلب في الرز خالص قبل ربع ساعة علشان خاطر ما يعجنش. دلوقتي انا هعمل الصلصة. حطيت زبدة وهحط ثوم، ممكن تعمله بسمنة او بزيت، اي مادة دهنية انتوا حابينها. في ناس بتعمل الصلصة دي بالبصل، يعني على حسب بقى ما انتم متعودين، بس هي الفتة بالثوم. الثوم اصفر، احط الخل. الله على الريحة، طبعا انتوا شميتوا الريحة، الخل مع الثوم الريحة فظيعة.
هسيب بس الخل مع التوم نص دقيقة بس، وبعد كده هجيب عصير القوطة اللي انا عاملاه. خلاص كده انا حطيت عصير القوطة، هحط ملح وفلفل اسود. انتوا حابين تحطوا اي بهارات تانية، كزبرة او كده، حطوها براحتكم، بس احنا بنكتفي بدول بس. وهحط لها الفلفل الاسود وهسيبها تتسبك براحتها. كده عدى على الكوارع بالظبط ساعتين الا ربع. دلوقتي هحط لها الملح، هي خلاص استوت، بس انا هسيبها بتاع 10 دقايق كده كمان وخلاص اهي. هي طبعا احتاجت ان انا ازود لها مية، فكنت بزود لها مية سخنة. دلوقتي انا هجهز الفتة. العيش اهو بصوا اتحمص ازاي في الفرن، والسمنة او الزبدة والثوم بيدوا له طعم حلو قوي. دلوقتي الصلصة اهي، ثانية اهي الصلصة، ظبطت بس الموبايل. بصوا انا بحب احط كبشة صلصة على العيش، تديله برضو طعم حلو قوي علشان العيش بس يبقى ليه طعم. بس كده كفاية. وهحط كبشتين شوربة، كبشتين بس علشان العيش ما يعجلش. شايفين بقى انتوا لون الشوربة عامل ازاي اهو، بصوا لونها. وهقلبه لانه مع سخونة الرز برضو العيش هيطلع. هو كده حلو قوي، لان لسه الرز كمان هيتحط سخن عليه فهيطريه. هزود له بس من الحتة دي كبشة شوربة بس كده. حطيت الصلصة وحطيت الشوربة، هحط الرز. الرز شايفينه برضو لسه سخن فهيطري العيش. الفلفل الاسود اللي انا حطيته على الرز بجد مديله ريحة وطعم حلو قوي. في ناس بتحب تعمل الفتة برز قليل وعيش كتير، وفي ناس بتحب تحط عيش قليل جدا ورز كتير، حسب ما انتم عايزين. انا بحط الوسط يعني الاتنين بيبقوا زي بعض. هخلص انا وهرجع لكم. شايفين انتوا الرز مفلفل ازاي؟ لما تيجوا تعملوا رز حطوا فيه شوية زيت حبة صغيرين كده، علشان ده اللي بيفلفل الرز. خلاص كده انا رصيت الرز وسبت حبة رز كمان اهو، علشان لو حد مش عايز ياكل فتة. يعني احنا في عندنا ناس بتحب تاكل رز عليه صلصة بس، فسبت حبة الرز دول. خلاص كده الكوارع استوت خالص، بس انا مش عارفة امسكها لانها سخنة جدا. بصوا طرية جدا اهي. دلوقتي بقى احطها على الفتة، ولما تبرد هحاول اوريها لكم. بصوا في ناس بعد ما تسلق الكوارع بتقوم حاطة عليها صلصة وبتدخلها الفرن، هبقى اعملها معاكم مرة، بتبقى حلوة جدا برضو. دلوقتي انا هحط عليها صلصة كده، شايفين بقى الجمال. وهحط حبة صلصة كده من النص. التزيين ده بتاعكم انتوا، يعني كل واحد بقى حسب ما هو عايز. وهحط عليها كده كم ورقة بقدونس، الورق بس علشان خاطر اكسر اللون. شايفين بقى الجمال. اعملوها في البيت، ما تجيبوهاش من بره، احلى وانضف بكتير قوي. انا كده خلاص خلصت. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. هي طريقتها سهلة جدا، وناس كتير قوي بتعرف تعملها. وجربوا خطوة ان انتوا تشوحوها قبل ما تسلقوها، بتفرق جدا في الطعم. واستنوا مني وصفات تانية كتير هعملها معاكم بورق العنب، وهنعملها في الفرن. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.